وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عده كفاءات في عده مجالات. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد سعيد سليمان الشاحي. اهلا وسهلا فيك سيد سعيد. اهلا فيك يا مرحبا وسهلا. شرفتنا برنامج الاسبوعي سيدي الكريم رواد النجاح. شرف فيكم انتم ان شاء الله. واحنا بعد سيد سعيد بنعرف الساده المشاهدين مين بيكون سيد سعيد وكيف كانت بدايه حياتك المهنيه، كيف بلشت مثلا، كيف اجتك الفكره انك تفتح الصيدليه؟ اولا معكم اخوكم سيد سليمان الشحي. جاتني الفكره تقريبا سنه 2018 يعني بدينا بهالمشروع. فش اسمه اول ما بدينا يعني كانت صعوبه في الموضوع، يعني كاول مشروع لي ابدي فيه، فكانت عندي تحديات كثيره في الموضوع، يعني كيف افتح، وين اختار المكان، وين هذا. فشفت احسن منطقه افتح فيها هالمنطقه، لان الناس اكثر شيء هنا مهتمه في الحيوانات، مهتمه في هالامور. منطقه فلاحيه يعني. ها فلاحيه. فاخترنا هالمكان واعتمدناه وبدينا في الشغل هنا. طيب وصولا الى هذا البزنس، انت كانت عندك خبرات مثلا في هذا البزنس قبل ما تفتح البزنس؟ الخبره كانت موجوده. الخبره كانت موجوده وكنا ملمين في هالامور. يعني كانت عندكم خلفيه على الموضوع قبل ما تفتحوا، يعني تدخلوا في عالم البزنس من هالناحيه يعني. في الامور الممارسه يعني كانت اكثر شيء عندنا فيها. طبعا. طيب سيد سعيد خبرني اكثر عن منتجات انواع الادويه مثلا اللي تستخدمونها مثلا في الصيدليه. وهل عندكم خدمات ثانيه موجوده؟ والله مثلا تسوي لقاحات للحيوانات، بتسوي ارشادات يعني طبيه؟ ايه ايه عندنا حساب هنا انستغرام ننزل فيها كل الارشادات شو اسمه، لان اكثريه الناس الحين شوف في ادويه مثلا اذنا نحط الدواء على طول نكتب فيه الارشادات الموجوده في الدواء. ها يعني مثلا الشخص اشترى الدواء وراح البيت، بعدين من يشوف الدواء ينسي يمكن هالدواء مال شو، فيرد يقرا الارشادات اللي موجوده فيه، خلاص يتذكر ان شو اسمه انه الدواء هذا لازم تكون عنده اوقات معينه مثلا، اوقات معينه، طريقه الاستخدام، كميه الاستخدام في الدواء، كل شيء مسجل في الكرتونة شو اسمه الدواء. يعني خلاف الارشادات الموجوده داخل العلبه؟ لا خلافها. خلافها من شان تكون يعني العلاج يعني يكون اوكي. اوكي. طيب سيد سعيد خبرني من وين بتجيبوا مثلا المنتجات تبعك؟ من اكثر من شركه نحاول. احنا دوليه اقصد ولا هي دوليه؟ أوكي. الحمد لله الدوله احنا موفرين لنا كل شيء، يعني كل الوكلاء موجودين. ها فنحاول نتعاقد مع كل الشركات عشان توفر لنا الادويه، اي واحد ما يكون ناقصنا شيء من الادويه. انت يعني المشرف الشخصي على هالموضوع؟ اي نعم. بتكلمهم وبتسوي اوردر صح؟ انا مسوي اوردر ويوصل اونلاين وش اسمه، مرات يجونا حتى احنا. طيب بالحين بما انه احنا في فتره كورونا، فكيف انتم تتعاملوا مثلا مع التسويق وكذا؟ الحين اكثر التسويق كله عن طريق شركه توصيل، احنا اكثر شيء عندنا. شركه تطلب عن طريق الواتساب ولا عن طريق الانستغرام، وصورة الدواء موجودة، أكثرية الأدوية موجودة في الانستغرام. حدد الدواء اللي تبغاه وتحدد الكمية، خلاص يوصلك للبيت. احنا أكثر شيء كله أصلاً شو اسمه الناس تبغى شو اسمه يوصلهم كل شيء للبيت. طبعاً. ها. عارف الناس أنت هم تخوف من موضوع كورونا. سعيد بما انه انت مثلا ما شاء الله فاتحين صيدليه، خلاف الادويه مثلا اللي تبيعوها والارشادات اللي بتسووها مثلا في العلبه، خبرني اذا عندكم خدمات ثانيه مثلا استشارات طبيه بتسووها حق الناس؟ هنا الحمد لله، اللهم لك الحمد، يعني عندنا دكاتره هنا بيطريين عندهم خبره في هالمجال. فهم يقدمون الاستشارات الطبيه كامله عن الادويه، كيف طريقه استخدامها وكيف يستخدمونها. وترى اي واحد يجي الحين مثلا عندي حيوان مريض ولا شيء، الحيوان ترى ما يشتكي، فالدكتور تظهر عليه اعراض، فعلى اساس هالاعراض يعني يبين لنا الشخص شو الاعراض الموجود في الحيوان،
عند الدكتور خلاص نختار للدول. يعني كأنه علاج مبدئي يعني. مبدئي. بيشان تشوفوا شو ناقصه وبعدين أنتوا تعطوه الدواء. صحيح. لأن أصلاً من القوانين أصلاً افتتاح الصيدلية البيطرية أن تكون الدكتور عنده الدكتور البيطري الموجود في الصيدلية خبر 5 سنوات في مجال البيطرية. ما شاء الله مشان تساعدوا الناس أكثر يعني. منها يعني عيادة بيطرية ومنها صيدلية. يعني لازم يكون هو يعني عنده خبرة في هالمجال. مو بأي واحد يكون مثلاً موجود عشان يعطي أي دواء. كثير حلو لكم التوفيق سيد سعيد. طيب سيد سعيد خبرني أكثر عن مستقبلية. الخطة المستقبلية نحاول نتوسع في هالمجال. يعني نزيد شو اسمه الصيدليات، نحاول نفس الوقت نوفر كل الأدوية ونتميز فيها. لأن كل ما تميزت أنت في مجال الله فتح لك الباب. إن شاء الله لكم التوفيق سيد سعيد، تفتحوا إن شاء الله في مجال ثاني وفروع ثانية إن شاء الله في الدولة. طيب سيد سعيد خبرني أكثر عن الفروع الموجودة هنا. أنا الحمد اللهم لك الحمد الحين عندي فرعين، فرع في منطقة الرمس والفرع الثاني في منطقة غليلة. وإن شاء الله الخطة نحاول نتوسع بعدنا في المناطق الثانية إن شاء الله في الخران والدقداقة مثلاً أو رأس الخيمة عامة، يعني مثلاً لما ننتقل للإمارات الثانية إن شاء الله بقدرة رب العالمين. طيب سيد سعيد شو الشيء اللي بيميزكم عن باقي الصيدليات المنافسة لكم في هذا المجال؟ هنا اللي يميزنا هنا أول شيء المصداقية، ثاني شيء الاستشارات شو اسمه الطبية. يعني مثلاً كيف أقول لك؟ يعني أي شخص جاء مثلاً عنده حيوان شيء الدكتور هو يحاول يشوف أعراض مثلاً الحيوان. يعني بتوفروا عليه إنه بيروح مثلاً العيادة الطبية. العيادة بيطرية عفواً. صحيح هالكلام. بنفس الوقت في مشكلة عندنا هنا في أكثرية الناس مثلاً شافوا الحيوان مريض خلوه لفترة طويلة مرة من تعب وصل لآخر درجة جابوه مثلاً الصيدلي ولا جابوه العيادة شو اسمه إنه خلاص يكون علاجه صعب. يعني فأنصح الناس مثلاً من أول ما يشوف الأعراض مبينة ولا أي من البداية خلاص يلحقون عليه مثلاً الصيدلية عشان شو الاستشارات الطبية على طول عشان الدكتور يشوف شو أعراض الحيوان عشان يتعالج. يعني عشان يتعالج لأن إذا أخروه كل ما تأخر يوم عن شو اسمه في أعراض الحيوان كانت علاجه صعب وتكون خطورة على الحيوان أكثر. خطورة على الحيوان بشكل أكبر. يعني مرت علينا أحوال كثيرة من هذا وردونها مثلاً على الصيدلان. ليش أنتوا تردون على الصيدلان مثلاً؟ أنتوا إحنا مأخرين الحيوان مريض فترة طويلة بعدين تردون على الصيدلان أو على العيادة أو على أي شيء. بيكون تأخر الوقت أصلاً الحيوان وما يكون عليه دواء. صحيح. بالنسبة للاستشارات أنت خبرتني سيد سعيد قبل المقابل أنكم تسووا على الإنستغرام وكذي. نعم. يعني في ناس كثيرة معانا تدخل على الاستشارات الطبية عن طريق الإنستغرام. يعني عن طريق الخاص أي سؤال عندهم عن الحيوان ولا عندهم فيديو مقطع فيديو مثلاً. يعني في ناس يمكن بتكون بعيدة يصورون الحيوان ويطرشون على مقطع فيديو خلاص هنا المستشارين عندنا في هالمجال يشوفون الفيديو خلاص يعطونهم شو طريقة العلاج. بتحددوا يعني طريقة العلاج على حسب الفيديو. ما شاء الله كثير متخصصين يعني انتوا بهالشيء. وبالإضافة بنفس الوقت هنا شو نسوي؟ نبيع المنتجات اللي عندنا ونوصلهم حتى لين وين ما يبون للبيت. طيب طبعا طلب اونلاين صح؟ هي نعم. طلب اونلاين يوصلهم عن طريق شركة عندنا شركة توصيل. هي توصل لأي مكان في الدولة. سعيد احنا بنعرف انه دولة الامارات هي دولة امن وامان، خبرني اكثر عن نعمة الامن والامان. والله الجلسة جالسين هنين هذه هاي اكبر نعمة الحين. الحمد لله. فالله يطول بعمار شيوخنا والله ما قصروا حتى من بين شو اسمه المؤسسات اللي حتى ذكرتيني في موضوع يعني المؤسسات اللي دعمتنا في اي مشروع تفتح في مؤسسة عند الشيخ سعود لدعم مشاريع الشباب. يعني ما قصروا معنا باي شيء. يعني سهلوا لي الامور كثيره يعني حتى مؤسسه الشيخ خليفه لدعم مشاريع الشباب نفس الشيء ما قصروا معنا. ف
نشكر شيوخنا على هالدعم كله. طبعا هذا اكيد بيرجع القيادة الرشيدة لدولة الامارات، الله يحفظ شيوخ كل الامارات يا رب. امين يا رب العالمين. طيب سيد سعيد، بما انه انت احد المستثمرين في دولة الامارات، شو الرسالة اللي تقدمها لاي شباب طموح يعني يبي يفتح بزنس جديد؟ اقدم لهم رسالة ان اي مشروع بيفتحونه بتمر لهم تحديات، بتمر لهم امور صعبة، بس لازم يكونوا قدها. واي مشروع تفتحونه لازم تكونوا متابعين هالمشروع. لا تقولوا خلاص فتحنا مشروع وتركنا خلاص على مثلا على العام، هذا شو يسمونه اكبر غلط انا اشوفه. اذا ما تابعت شغلك وما تابعت مشروعك بيفشل على طول. طبعا ولازم تكون عنده بعد ثقه في المشروع، وثقه انه ثقه في المشروع صح طبعا انه راح ينجح وراح يكبر. طبعا هذا لازم انه بيشتغل عليه، ومثل ما خبرتنا انه لازم يتابع المتابعه، يعني متابعه خطوه بخطوه. كل ما تابعت انت مشروعك ومشيت فيه صح امورك طيبه، اما اذا ما مشيت فيه صح على طول الفشل. طبعا هذا في اي بزنس، بس مو بس اي بزنس عامه، يعني ما حدد اي بزنس هذا. طبعا طيب سيد سعيد، في الختام تقدم رساله شكر لانسان عز ذلك وانسان كان داعم لك؟ والله انا اذا بقدم رساله شكر اولا لصاحبي واللي معي خطوه بخطوه في هالمشروع سيد سيف، هو مسكين يعني ما مقصر معي بكل شيء، متابعني خطوه خطوه ودعمني في هالمجال، والله يجزيه خير يعني بهم. ان شاء الله توصل رساله شكر عبر برنامجنا رواد النجاح، ونتمنى لك ان شاء الله سيد سعيد التوفيق وتفتحوا فروع ثانيه ان شاء الله بكافه الامارات. شكرا لك سيدي الكريم على حسن استضافه فريقنا، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا لك. في الختام شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، واللقاء في حلقه جديده مع كفاءه جديده. دمتم في امان الله.